عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بسوي تحدي جديد، تحدي الأندومي الحار، والعقاب هو فلفل أخضر. أوكي، بسم الله، يلا نبدأ. مقارع. على بقى حتى لو ما خلصت هذا، الفلفل الأخضر بيحرق أكثر وأكثر. لازم أخلص هذا كله الحين. حار حار. ليش تعدل؟ بشرب مي بس خلاص ممنوع. بس بشرب ماي عشان حرقني خلاص. ومكاش خلاص بولع نار. احس نفسي خلاص ما باكل هذا، بس الحين عقابي لازم اكل فلفل اخضر. ولا تنسوا الاشتراك في الفيديو واللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم بكرة ومع السلامة.